بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف ألف ميم، يقول: في رمضان وفي صلاة التراويح يقول الإمام بعد كل أربع ركعات سبحان الله سبحان الله العظيم ثلاثا، ويقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ثلاثا، المصلون بعد ذلك يرددون بعده، ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ هذا العمل بدعة ولا يجوز العمل به، ويجب على الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن يترك هذا العمل، وعلى المؤمنين أن لا يقتدوا به في ذلك إذا فعله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتزام هذه الأذكار بعد في خلال صلاة التراويح يقولها الإمام ويرددها المأمومون بصوت مرتفع، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.